هذه الفرصه هذه هي فرصه ثمينه ايضا باش نبرزوا الامكانيات الثقافيه التراثيه اللي تحظى بها البلاد ديالنا المملكه المغربيه في دوله من دول اوروبا الشرقيه الا وهي صربيا. يعني انا اليوم الاول تفاجأت بصدق ان هاد الدوله هذه تكن احترام كبير 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 لواحد الغايه لواحد الدرجه لا ما تصورتهاش. تيحبوا ثقافتنا يعني كان اليوم هو الافتتاح ولكن من البارح كاين واحد الاهتمام كبير للصرب بثقافتنا وهذا تيعبر على ان الاشعاع الثقافي الفني ديال بلادنا منتشر في العالم وتنعاودوا نعتزوا مره اخرى ومره اخرى بهذا التراث الثقافي اللي تتسخر به بلادنا. انت تشوفوا التنوع الكبير نقدر نقول لك ان جميع المدن حاضره هنا في هذا المعرض هذا ديال الاسبوع المغربي في صربيا.